عرفتوا ديك الاغنيه ديال حتى لقيت اللي تبغيني عاد جاي تسول فيا؟ ايوا الجمله راه تماما هاد الحكايه اللي ما لقيتش لها صراحه مقدمه انها تعبر عليها من غير هاد الجمله بالمختصر المفيد. بقاو معايا باش نتوما اللي تعطوني العبره من هاد الحكايه. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب. سلامي ليكم على المؤنسه ديالكم اينما كنتم، اللي اغلبيتكم في الكوزينه واللي حتى انا كيعجبني فاش نكون في الكوزينه نطلق شي حاجه بحال هكا نبقى كنسمع فيها كنستافد وما كنحسش بالملل. من غير هذا اينما كنتم مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه واحوالكم طيبه يا مولانا يا كريم. اولا تبارك الله عليكم في الحكايه نتاع ول البارح. عرفتوا علاش راني تنقول لكم بلي انكم احسن متابعين عندي بدون منازع على القرص وما كتعطلونيش، كلشي كتب لي الريبه كلشي عرفه. ثانيا اللي تيقول لي بلي انا مره كتقول لي ولد مره كتقول لي بنت، انا عموما غادي نشرح لكم. هو صحيح انا وقع لي واحد الخلط ولكن ما تبقاوش توقفوا في هاد النقط لانه كنظن بلي انهم ما تيغيروش المسار ديال الحكايه، حيت انا فاش نشارككم القصه كنتفق مع الصاحبه ديالها شنو هما النقط اللي بغاتني نشارك معكم وشنو النقط اللي بغات تخليهم ليها. وفي اغلبيه القصص ولا في جول القصص كنتفادى انني نحط المدن اولا نحط الدول والاسماء، وبعد مرات كنغير حتى افراد نتاع الاسره، وهاد التفاصيل ما كيأثروش اصلا على الحكايه في المصداقيه ديالها لانه ما تيهمناش هادشي، حنا كتهمنا العبره والقصه وشنو وقع. وهادشي كنديروه باش انه صاحبه الحكايه ما تفضحش حيتاش امنتني على بعض الاسرار عندها. وهذا ما كاين، فخليني انني ما نتعطلش عليكم اكثر وهبطوا ليا لتحت واحد العفيطه على داك زر الاعجاب وما تبقاوش تبخلوا عليا كيف ما انا ما كنبخلش عليكم بالحكايه ديالي ولا حتى بالمجهود ديالي. فخليني نقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا نور، كنت واحد الانسانه اللي هي مزيره في الدار، ما كتخرجش كاع من الدار للمدرسه ومن المدرسه للدار. خويا ما كانش كيخليني انني نتزعزع غير كتاب، اذا بغيت نمشي نجيبه من عند صاحبتي اللي كان ساكنه حدانا كان عليا ممنوع. ما كانش عندي حتى شي فكره ولا حتى شي فرصه اني نبغي ولا ندير شي حاجه في حياتي عموما. قصتي بالضبط غادي تبدا في 2014. كنت انا داك نجحت في التاسعه جالسه ما كاين ما يدار، غادي نمشي نبدا نهبش في البلاكار ديال ماما وجبت شي تصاور بديت كنتفرج فيهم، وهنا غادي طيح عيني في واحد التصويره ديال واحد الدري من عائلتي من عائله بابا اللي شفته وزدت كنضحك وبقيت كندوز التصاور. من بعد جمعتهم ونط حالي، ولكن ديك التصويره ديال داك الدري بقات ليا ما بين عيني كنشوفه الصباح وعشيه، كنعس به وكنفيق به في دماغي. غادي نمشي عند بابا وغادي نقول ليه شنو كنيت دوك الناس، جبدت منه الهضره بلا ما يعيق بيا ومشيت للفيسبوك وبديت كنقلب على سميتو وكنيتو باش يطلع ليا نشوف واش كبر وكيفاش ولا شو تيدير اليوم في حياته. ما غاديش نلقاه، بقيت هكاك نوبه كنفكر فيه نوبه كنساه. دازت الامور في دارنا فاش العائله كانوا تيهضروا عليهم كيهضروا على عائلته عليه هو، كان بدا كنتزعزع وكنحس بشي حاجه ماشي طبيعيه وتنبقى تنضحك غير بوحدي. وهنا اول مره غادي نحس بهذا الاحساس اللي كان زوين بزاف. مع المده بديت كنبغيه وانا ما تنعرفوش وانا ما شايفاش واخا ما عارفاش واش عنده اصلا شي حد في حياته. دازت الايام والشهور وما كاين حتى شي جديد، كانت الامور غاديه عادي. الواحد النهار خالو اللي بغى يتزوج غادي يعيط علينا وعرض علينا كاملين، انا بغيت نطير من الفرحه انا ذاك حيتاش عرفت بلي انه مادام هذاك خالو فهو غادي يحضر اكيد. فرحت بزاف وبديت كنحس بنهارش غير فوقاش يوصل داك النهار المعلوم. وجدنا مزيان تقدينا صوبت تراكم عارفين، وهذوك الناس كانوا عندهم تقاليد زوينين، كانوا المراسم نتاع العرس كتبقى عندهم 7 أيام في الدار. مشيت حضرت لذاك العرس اللي اخيرا شفته فيه تبارك الله كبير وزيان، ضحكنا ودوينا سالينا رجعنا في حالنا. في ديك الوقت كنا واحد الجروب ديال الدراري وبنات ديال العائله، تبادلنا النوامر مع بعضياتنا ودرنا جروب في الواتساب وبقينا كندويو فيه. انا فاش وصلت لدارنا الصباح غادي نلقى واحد الرساله خاصه من عنده، نعطيه سميت سفيان، غادي نلقى رساله خاصه من عند سفيان، سلام لاباس كي وصلتي واش تسرحيتي. فرحت بزاف بزاف وبقينا تندويو صباح وعشيه ليل ونهار، كنجمعو كنضحكو وفرحت بزاف وطحت فيه وزدت بغيتو اكثر واكثر. من بعد فاش بدينا كندوي في واتساب واحد النهار في الصباح قال لي شوفي يا نور انا راني تنبغيك بزاف ومن امتى انت كتعجبيني ومن امتى وانا تنقلب على الفيسبوك ديالك باش ندوي معاك ونشوفك. تصدمت لانه كنت تندي حتى انا نفس الحاجه، ما عرفتش واش كان صدق ولا كان تيكذب عليا، المهم انا سيقته. قال لي شوفي انا دابا راني ما خدامش وراكي عارفاني بلي راني تندير ستاج، واذا بغيتي تصبري معايا بيد ما نخدم ديك الساعه نجي نخطبك. انا وافقت وولينا مع بعضياتنا وزدت بغيتو وطحت فيه واحد الطيحه نتاع العمى في الظلمه.
وليت كنشوف راسي بلي انني معاه في الدار، مزوجه بيه، كنسافروا وبديت حياتي معاه. اختو انا داك كان صاحبتي بزاف، فاش بديت كندوي انا وياه مشيت صرحتها: شوفي يا فلانه، انا وخوك سفيان راه حنا تنبغيو بعضياتنا وراه تندويو وراه وعدني بالزواج. بدات كضحك. لا عرفتي فراس كانور، ما جاتنيش شي حاجه عجب وما تصدمتش، لانه كنت شاكه فيكم من امتى وانتوما كتهضروا، وكانت تصحاب ليا بلي انك مخبيه عليا. قلت لها باش عرفتيها؟ حيتاش ديما في الدار وقت ما جبناك تيبدا كيخضر ويصفر. بديت حتى انا تنضحك وقلت ليها: لا لا لا، اقسم بالله ما كانت شي حاجه ما بيناتنا من العرس فاش بديت كندوي معاه. وهاد يومين باش قال لي بغيت تكلم معقول، فرحات ومشات فحالها. مشات هبطت عند امها كتجري وقالتها ليها وقالتها لخواتاتها وحتى لباها، كلشي ساق الخبر وبقى من واحد لواحد. وبحكم انه بزوج بينا كنا من عائله وحده، فدغيا غادي ينتشر داك الخبر وبابا حتى هو غادي يعرف، ولكن غادي ميك وعمره ما واجهني بها. انا مع بعضياتنا سفيان ونور ضحكين ناشطين، ومن داك النهار ما بقينا تشوفنا، حيت انا في الدار ما كنتش كنخرج كاع الا للمدرسه، اللي كان مره مره تيجي لعندي قدامها كيشوفني وما تيكملش معايا حتى 10 ديال الدقائق وكيرجع، لانه انا كنت خايفه مع خويا كان حاضني بزاف وتنخافوا اننا نطيحوا في شي مشكل. داز شهر شهرين، شويه هزيتي سفيان حطيتي سفيان واحد اخر، ما بقاش عاجبو هاد الحال، بغي يخرج معايا ويشوفني اكثر، وهنا بداو المشاكل اكثر ما بيناتنا. انت انا بغيت نشوفك وانا ما عندي كي ندير. كنت تنبدا نغوت في الدار وكوكا عباد الله راني بغيت نخرج كيف الناس، وكنبدا كنبكي ولكن حتى شي حد ما كيتسوق ليا. سيمانه مصالحين وشهر مخاسمين وبدات المعاناه، كنبدا نبات كنبكي. كنت نعرف بزاف ديال الناس في المدرسه اللي كنت فيها وكانوا عارفين القصه ديالنا، ووقت ما دازوا كانوا كيشوفوا الدموع في عيني حيتاش غير تنبكي وباغا نحماق. بقينا بحال هكاك حتى واحد النهار كانت عندي واحد بنت عمي صاحبتي واختي، وكانت كتجي عندي بزاف. كنت درت انا وياها باش انا نمشيو عند واحد عمتي، غادي نمشي نسبقها بيد ما تبعتني. هي وياها كانوا تيدويو في الواتساب، ولكن انا ما عنديش مشكل لانه حنا من عائله وحده، وكنت ثايقه فيها وثايقه فيه حتى هو. هي كانت كدوي مع صاحبه، كانت ما بينها وما بينه شي حاجه، وحتى هو كان عارف داكشي باش ما كانش عندي مشكل. جاوا بقينا عند عمتي، هي نعسات وانا بقيت فايقه، وتليفونها بقى محطوط حدايا. انا كانت نيتي حسنه، كنت هزيت تليفونها باش انني نشوف المساجات ديالها هي وياه، وكيفاش انه تيدوي عليا زوين حيتاش هي اللي قالتها ليا. غادي ندخل جمعتهم وهنا غادي نتصدم وبزاف. غادي نلقى بلي انه ما كامله حتى يومين، غادي يقول ليها انا راني تنبغيك انت وكتعجبيني انت، وانا غير بداك السم اللي شفتك مشيتي كدوي مع صاحبي، مشيت دويت مع نور. من نهار عرفتكم صحابات وخواتات وديما مجموعين، داكشي باش مشيت دويت معاها غير باش نفقسك. تصدمت بزاف. هي غادي تزيد تعاونو، قالت ليه شنو دابا غادي دير؟ تصدمت. وانا من طبعي واخا نشوف بنادم يسبني في قاع وجهي، عمر ما كانت عندي الجراه باش انني نجاوب شي حد، ولا عمرني تعاطيت ولا تخاصمت مع شي حد، تنكمدها وتنسكت. خليتها حتى فاقت وواجهتها: فلانه شنو هادشي؟ صدمت حتى هي وقالت لي: راه كنت بغيت نصارحك نور ونجبد معك هذا الموضوع، وما بغيتش نجرحك، وراه حتى انا راه ما بغيتوش، راه غير جبدت الموضوع معاه باش نعرف اش من تحت راسو. ايوا اش غادي نقول لكم، تيقتها وما تيقتهاش. غادي تهز تليفونها وغادي تعيط لي قدامي وانا غير ساكته. قالت لي: راه نور شافت الجماعه ديالنا وراه خاصمت عليا وشبعت فيا سبان. قطع معاها وعيط لي: انا سمحي لي، راه ما فهمتينيش وهادي وهادي. شبعت فيه دعاوي وانا تنبكي، قطعت عليه. بدا كيصوني ما تنجاوبوش، حتى صافي تقطعات الهضره ما بيناتنا وما بقى دوا معايا ولا صيفط ليا ميساج. غادي ندوز بواحد العذاب اللي كان بزاف ربي اللي عالم به. كنت كنبقى في بيتي وكنعض في المخد ونغوت وكنقطع حوايجي حيتاش تعلقت به بزاف. هذه هي الكارثه، حتى حد ما عرف راه تخاصمنا من غير اختو بوحدها. ما كنتش باغا شي حد انه يعرف باش ما يتشفاوش، خصوصا انه بزاف اللي كيتسناو يسمعوا الخطوبه ديالنا. واحد النهار جا العيد الكبير، غادي ندير سبه وغادي نصيفط ليه عيد مبارك سعيد. ديك الساعه غادي يجاوبني: عيد مبارك سعيد عليك حسنتي وشكرا حيتاش تفكرتيني. ها اشنو كيفاش؟ راه وصلني واحد الميساج دابا في عيد مبارك سعيد. سمح ليا، راه غير حيتاش صيفطت لكاع الناس اللي عندي في الواتساب دقه واحده، ويمكن داز لك حتى انت وما شفتوش. سمح ليا اذا صدعتك سفيان. لا ماشي مشكل، المهم هو دوينا. المهم بقينا عاوتاني تندوي من جديد، وقال لي: راني توحشتك خلينا نرجعوا مع بعضنا. عطيته فرصه ورجعت معاه، وباش نشوفه كنت كنمشي عند ديك بنت عمي اللي تناقشت معاها ولكن ما تخاصمتش معاها. كنت كنمشي نبات معاها وكنخرج نجلس حدا دارهم شويه وكنعاود نرجع. انا داك كنت ما تندخل حتى شي حصه في المدرسه، وبسببه وليت كنغيب من 8 12 من الزوج ل 6،
ما بقيت كندخل حتى شي حصه بالسيمانه وبالشهوره. بقيت بحال هكا حتى واحد النهار جالسه فيسبوك حتى غادي تبان ليا واحد التصويره هو وصاحبو علما انه كان ناكر. كان تيقول لي بلي انه ما عندوش فيسبوك وكنت كنصدعو انك ديرو وما كانش تيبغي. غادي ندخل وغادي نتصدم انه حاط فيه تصاور هو واحد البنت اللي كانت ما بيناتهم شي حاجه قديمه بزاف. بقيت في داك الفيسبوك كندور تصويره بتصويره كومونتير بكومونتير. صدمت بزاف وزيت تصاور والتعاليق وصفتهم ليه. شنو هادشي حشومه عليك؟ تخاصمت انا وياه عاوتاني وبقينا بين تخاصمه ومصالحه وبديت كل مره كنتصدم ها هو مع هادي. واخا هكاك بقيت صابره وكنكمدها وكملت معاه وما تنشعرش حتى كنلقى راسي انا اللي كنمشي كندوي معاه. غادي يقول لي انا وياك ديما مخاصمين وانتي زوينه بزاف اي واحد يقدر يتمناك. خفت لا شي نهار نور شي حد يجي يديك وانا نبقى غير تنشوف بعينيا. انا دابا بغيت غير نتاكد باش انك تبقاي معايا ديما. بغيتك انك تضحي بشرفك معايا باش نضمنك ليا وانك غادي تبقاي ليا غير انا بوحدي. اكيد ما بغيتش ورفضت ومشيت في حالي. غادي يشدني من هاد النقطه وغادي نبدا كنعيط ليه ونبكي ونترجاه باش انه يبقى معايا ولكن ما تسوقش ليا وما بغاش. شوفي يا بنت الناس بغيتي انا معاك، ما بغيتيش ما تبقي لا تعرفيني ولا نعرفك. ما بقيناش تندويو والصدمه انه في ديك الاسبوع جاو النتائج ولقيت راسي بلي انني سقطت وكاع الناس كانوا ناجحين وفرحانين وانا بوحدي اللي ساقطه. في سيزيام عاودت العام وما قديتش نساه وغير تنبكي وعاودت عام واحد اخر اللي غادي نسقط فيه عاودت زوج مرات. كنشوف صحاباتي هما في الباك نجحوا وداخلين الجامعات اللي باغيين وانا باقا مازال وحده في السيزيام وانا غادي نقرر انني نجمع راسي. واخا مرضت وضعفيت وكنت كيف شي حمقى كنت في راسي وكنقمش يديا وكنغوت وسط حوايجي غادي نجمع راسي. وبديت كنتناساه وبديت من الدار للمدرسه والساحه ما بقيتش كنوقف فيها نهائيا. بقيت نقرا ديال بصح والنقاط ديالي كانوا بخيرين ما كان غير 16 17. الناس تصدموا فيا كيفاش هادي ما كانتش اصلا كتبان ولا حتى كتجي للمدرسه وعاودت لمده عامين ودابا وجات مجهده. كانوا كيبانوا في القسم دراني معايا صغار مني ولكن ما كنتش كنتسوق. بدوك الغدايات جمعت راسي ونجحت وجبت 16 وبقى انا وياه ما تندويوش. جا الباك حطيته في راسي ونجحت وخديته بموسيون. نسيتو وحتى من صورتو ما بقاتش ما بين عيني لدرجه انا وحتى من سميتو بعد مرات كنساها. كل واحد بدا كيعيش فينا حياته. واحد النهار مشيت عند واحد صاحبتي كانت ساكنه غير حدانا. فاش انا خارجه كان خوها دايز محدايا انا ما ديت ما جبت وما شفتوش كاع. مشيت لدارنا وهنا هي غادي تصوني ليا وغادي تقول لي راه خويا شافك وعجبتيه بزاف وراه بغاك للزواج واش انتي موافقه؟ صراحه راني ما عرفتش. اعطاني عافاك كافلنا شويه ديال الوقت بيد ما نفكر ونشوف شنو كاين. عطاتو نمرتي وبدا كيدوي معايا وصراحه كان محترم بزاف وزوين ومؤدب ولكن ما قدرتش نبغيه نهائيا. كان غير عزيز عليا وصاف. سفيان الدري ديال العائله اللي تعلقت به وبغيتو كان هادشي في اواخر 2014. في 2017 غادي تقطع ما بيناتنا الهضره والعلاقه نهائيا. من 2017 ل 2019 كنت باغا ننتقم غير من راسي ولا منه ما عرفش. المهم كنت باغا شي حاجه. بقيت كندوي مع هذا وهذا ولكن حدي في الفيسبوك وفي الواتساب. كنت بعد المرات كنهضر مع زوج في دقه واحده غير باش نجرب داك الاحساس الخبيث ديال كيفاش هو كان تيدير ليا. كانوا البنات صحاباتي كيزودوني انني نهضر مع شي واحد ولكن والو ما كنتش معمره راسي بداك الشيء. وقت ما دويت مع شي حد وقال لي شي كلمه زوينه كنتفكر سفيان وكنزيد نتفقص ونتعقد. بقيت بحال هكا حتى لواحد النهار ماما غادي يعيطوا عليها شي ناس من العائله بلي واحد من عندهم راه بغى يتزوج وانا طحت في بالهم وكانوا بغاو يجوا باش انهم يشوفوني. ماما قالت لهم مرحبا اجيو نهار الحد ان شاء الله. كنت حداها سولتها شكون راه شي ناس بغاو يشوفوك. ماما انا ما بغيتش نتزوج ولا نشوف حتى شي حد. وزدت نبكي. ماما ما فهمت والو قالت لي شوفي يا بنتي حتى حد ما بزز عليك شي حاجه. الناس باغيين غير يشوفوك وصاف وربما تغيري رايك واخا يكون خير. كان عزيز عليا واحد الشرجم في الدار عندنا كانت قدام واحد الشرده خضراء وزوينه تنبقى واقفه فيها وكنشوف فيها. فين ما كانت عندي شي حاجه في قلبي تنمشي نوقف تما. غادي نمشي نوقف تما وغادي نقول يا ربي يا ربي يسر لي فشي ولد الناس ما يهدبني شويه يعوضني. شويه غادي يدوز من قدامي واحد الدري اللي كنت تنشوفو منين وانا في المدرسه. كنت ديك الساعه انا ذاك في السانكيام وهو في الباك كان فايتني بشي 4 سنين واللي غادي نعطيه سميت امين. شفتو انا نقول مع راسي واه امين هذا تبدل وزيان ودرت راسي ما تسوقتش. جات السيمانه الجايه نهار الحد فاش غادي يجيو دوك الناس باش انهم يشوفوني. وما نعاودش لكم كيفاش داز دوك السوايع هما عندنا في الدار. داز جحيم والدم حاصل ليا في عيني غير داز شوفية غادي نحطهم قدامي وبدون سبب. صافي هبطت معاهم ماما باش انهم يمشيو في حالهم حيت رفضت الزواج ومشيت عاوتاني وقفت في داك الشرجم اللي كان المخرج ديالي الوحيد. كنت نوقف فيه وكنشكي وكنبكي
وهنا عاوتاني غادي يبان ليا داك امين، امين اللي فيتني بربع سنين، وانا نشوفه مسحت دموعي وقلت مع راسي شوف سبحان الله العظيم، غير كنجبدوا الموضوع ديال الزواج كيدوز من قدامي، ياك ما هو مكتبي، اقسم بالله حتى قلتها بحال هكا. شويه قلت وصافي يا نور شنو كتخربقي. جات 2019 في شهر 8 كنت جالسه حتى غادي يصيفط لي امين مساج، فرحت دويت معاه لاباس شنو كتعاودي شنو كديري في حياتك، تبادلنا نوامر وبقينا كندوي في الواتساب، تعاشرنا ولينا صحاب عاديين ما بيناتنا حتى شي حاجه. في شهر 9 كان عيد ميلاد ديالي وكنت خارجه انا وصحاباتي، فاش ساليت الخرجه معاهم وجايه للدار غادي يصوني عليا امين فين كاينه، راني خارجه مع البنات حيت عارفه شنو كاين ممكن نشوفك. في الاول ما بغيتش، لكن صحاباتي بقاو كيزعموا فيا باش انني نشوفو، واخا صافي نتشوفو. درت انا وياه غير حدا الدار ومشيت شفتو واحد 10 دقائق، ارتحيت به بزاف في حياتي، غادي يسولني واش تكون ما بيناتنا شي حاجه باش اذا تفهمنا ربي يسرنا في خطوه واحده اخرى. عجبني كيفاش دوا معايا، وافقت ومشيت للدار. هنا بقيت نقول واش منيت كنورة شنو درتي، غادي نمشي وغادي نمسح نمرتو وبلوكيتو بالليل. مشيت نعست، متفقت مع الصباح بكري مع 5 ديال الصباح قبل ما يفيق غادي نرجع عندي في الواتساب، وصفت ليه ميساج فيه صباح الخير، لقيت راسي تعلقت به واخا ماشي بزاف باش هضرنا، بقينا مع بعضياتنا وكنا مفاهمين بزاف ودارنا ما بقاوش حاضيني، تنخرج وقت ما بغيت وكندخل وقت ما بغيت، بقينا كنشوفو يوميا نهار على نهار وبغيتو دغيا وما كناش كنتخاصمو، ولقى معايا راحتو بسبب هذاك التفاهم. داز عام هو مع اختو كانوا من النوع اللي كانوا تيشاركوا مع بعضهم كلشي، واحد المره جالس هو وياها سمعته كيهضر معايا وهي تقول لي شكون هادي، قال ليها راكي تقدري تعرفيها، مع اختو كانت حتى هي معايا في نفس المدرسه، قالت ليه ماكرهتش ندوي معاها ونتعرف عليها وتولي تجي عندنا. هو بحكم انه كانت نيتو حسنه من جهتي وناوي معايا المعقول وافق عطاها الواتساب ديالي وبقينا تنهضروا. نهار دوات معايا صراحة ما كدبش عليكم ما كنتش مرتاحة لها نهائيا، وخاطري ما بغتهاش، وأنا تنآمن بخاطري إذا ما بغاتش شي حد أكيد غادي يبان فيه شي غدر. بقيت كندوي أنا وياه وما حسيتش بها فرحانة معايا ولا بيا، السيدة كانت في هضرتها باردة، غادي تدوي معايا لمدة 15 يوم من بعد بروكاتني من كل شيء، ومشات لعند خوها وقالت ليه شوف هاد خيتي نور ما تبقاش تهضر معايا الله يخليك، وما تبقى تصيفط لي حتى شي مساج. انا من بعد نهار عاد رديت البال بلي انا حيداتني وتصدمت، وانا انسانه كيف قلت لكم مهدنه وما عنديش مع الصداع، غادي نسكت وما قلت ليها والو وما قلتها حتى لخوها. هي فاش قالت ليه ديك خيتي تعطيني اتساع قال ليها اش هاد التبرهيش، انت باغا تدوي معاها ودابا فاش عرفتيها ما تليتيش بغيتيها شو دارت لك؟ انا ما حملتهاش وصف. المشكل اللي كان وما كنتش عارفه هو انه كانت عندها واحد صاحبتها اللي بغاتها لخوها، وقالت لها ديك صاحبتها راني شفت امين خوك مع نور، واتفقوا بعضياتهم انهم يعرفوني شكون انا. في الاخير دوات معايا باش انها تعرفني شكون انا، فين خدامه وشو تندير في حياتي والتفاصيل ديال كلشي. هو غادي يتخاصم مع اختو واحد المخاصمه اللي كانت كبيره بزاف، وناد خرج واختو مشات عمرات مو مزيان وباه، وناد صداع كبير عندهم في الدار على قبلي. هو فاش جا العشيه من الخدمه قال لي باه يا السخط يا رضا هذيك البنت ما تبقاش معاها وما بقاش نشوفك معاها، ما يمكنش انا نتفرق مع هذيك بنت الناس وانا ما شفت منها حتى شي حاجه خايبه، با معايا في الزوينه وفي الخايبه وما نقدرش نفوتها وما بغيش انهم دعاويها يخرجوا فيا، غادي يبقى معايا. وبقينا مع بعضياتنا بالتخبيه، كنت كنتعذب وكنمشي عنده وكنقول ليه شوف انت كتعرف ما بينك وما بين الله وحقاني وكتعرف الحق، انا راه ما درت والو لاختك عافاك ما تفرقش عليا، وهذا هو الخلط الوحيد اللي ندمت عليه لما قلت ليه هذا الكلام. المهم بقى معايا والعداوة ما بيني وما بين عائلته. كنت كندوز من الزنقة وصدفة كنت كنتلاقاهم مع كناس نعرفو بعضنا وكانوا كيبغيو ياكلوني بالتخنزير، شي مرات كاع تيلوحو ليا شي هضرة اللي ما كنتش كنتسوق ليها، مرة كندير راسي انني شفتهم ومرة كندير راسي انني ما شفتهمش. كنت كنبات وكنقيل كنفكر فيهم وخايفة بزاف، كنبات نصلي ونبكي ونطلب الله يحيدهم ليا من بالي. المهم بقيت انا وياهم فاهمين فرحانين بزاف، وهما كيف ما تيشوفوا فرحان معايا وكنت عاد خدمت كل شهر كناخذ ليه هدايا ولا كنعرض عليه، هما ما تيعجبهمش الحال وكيبقاو كيتغددوا. بقينا بحال هكاك من 2019 حتى دخل 2023، وهنا قرر باش انه رسميا غادي يتزوج بيا وقد الامور ديالو والمسائل ديالو. في رمضان اللي فات غادي يدوي مع دارهم، انا راني بغيتك تمشي معايا نخطب واحد السيده ماما. شكون هذه؟ ما كانش كنظن بلي انه غادي يقول ليها نور، كانت كتسناه يدوز بيا الوقت ويسوسني. قال ليها شكون من غيرها هي الوحيده اللي كنعرف، ايوا انا راه ما بغيتهاش وهذيك بالضبط عطيها اتساع وخصك متخاصمه معاها فين بغيتي تجيبها لينا هنا. المهم شبعات فيا معيار
وانا كان كلشي تيوصلني. قال ليها امي انا هذيك هي اللي بغيت، ومن غيرها ما غاديش ندي وحده اخرى نتزوجها، وانا اللي تنختار ماشي انتيا. واخا هادشي اللي وقع قال لي من مور رمضان انا غادي نجي نخطبك. صافي مشيت قلتها لماما وفرحانه بزاف، وفي نفس الوقت خايفه من داك النهار فاش هما غادي يجيو، كيفاش غادي نشوف فيهم، واش اختو غادي تجي معاه ولا لا. بطبيعه الحال امو غادي تجي من جهه اختو، يعني انا غادي نبان ليها عدوه. كنت خايفه بزاف من داك النهار اللي كنت باغاه انه يبعد، فات رمضان وما بغاوش يجيو معاه. واحد النهار كنت جيت من الخدمه، يلا بغيت نتكا نستراح، وغادي تصوني عليا واحد النمره اللي ما عرفتهاش. نعم شكون معايا؟ انا ماما تامين. اه مرحبا خالتي، نهار كبير هذا، لاباس عليك؟ بخير. لاباس. شوفي حبيبه انا راني بغيت نشوفك، وعندي شرط انه تبقى هاد الامور ما بيني وما بينك بلا ما يسق ليها ولدي الخبر، غادي نخاف. وسولتها ياك شي بسمه كاينه خالتي؟ لا والو، راه غير بغيت نشوفك وصاف. جميع الافكار غادي يطيحوا في بالي، وقلت لها واخا دابا نشوف. قطعت معها وبديت كنفكر غير بوحدي. كنت بغيت نشوفها وندير السبه بصاحبتي حيت خفت لا تكون شي مصيده. المهم ما تقتش وعيطت ليه. شوف راه ماماك عاد قطعات، ما عرفتهاش منين جابت النمره ديالي، وها شنو طلبات مني، واش نمشي نشوفها؟ اه واخا سيري شوفيها، وانا غادي نبين بلي انا ما في خباري ما يتعاود. صافي واخا. نط قديت لبست ودرت معها فواحد القهوه، وصراحه كانت واحد الانسانه اللي زوينه بزاف ونقيه وكتهضر كلاس وزوينه. لقيت معها راحتي، بقيت معها من 7 ديال العشيه حتى 11 ديال الليل وانا معها. بقينا كندوي وعاودت على راسي، درنا جليسه اللي كانت طويله وما سخيتش بها. جيت للدار وعيطت ليه وقلت ليه شنو وقع، وماما كرا زوينه بزاف، وبقى غير مصدوم. قال لي ايوا يكون خير وصاف. قطعت معاه وغادي تصيفط ليا هي حبيبه كيف وصلتي، جاوبتها. نعس مع الصباح وثاني لقيتها مصيفطات ليا كيفاش صبحتي لاباس عليك. دغيا تصاحبات معايا وبديت كنخرج انا وياها، وبسببها غادي نمشي ندوي مع بنتها واخا هي السبب في المخاصمه ديالنا. وقلت ليها المسامح كريم، وقديت الامور ديالي معاهم، وبقينا كنخرجوا مجموعين. وكانت كديني ماما عند خوتها فرحانه بيا، وتبقى عليهم هذه عروستي هذه عروستي، وكنبقاو تنضحكوا انا وياها حتى وليت غادي نولي كنعطيها وقت اكثر منه. هو فاش شافنا مفاهمين انه تيجبدوني بالزوين قدامه فرح، وقال لهم السيمانه الجايه نمشيو نخطبوها. صافي واخا. حتى بقات 5 ايام غادي يعيط هو البابا ودوا معاه، انا واحد السيد بغينا نجيو نخطبوا بنتك ان شاء الله في الوقت الفلاني. اييه مرحبا ولدي. حنا دغيا وجدنا داكشي اللي كان غزال، وكلشي بقى حال فمو لداكشي اللي وجدنا في نهار التعارف. جا داك النهار مع جو تسلمو، دخلت عندي ماما. اش هاد الناس جايبه ياك لاباس؟ شنو كاين؟ ما جاو مقدين حتى شي حاجه من غير حلوه الورد، ما كاين سكر لا حليب، ما مكبرين بيك ما والو. ومفوق هادشي كامل كنت شوفي امو كيفاش تسلمت معانا باحتقار، وغير كتخنزر وما كدويش، بحال ترفقت. دخلت وما فهمت والو، دخلت وما فهمت والو. خرجت لعندهم وسلمت عليهم، وتصدمت من ديك السيده وكيفاش شفتها. هذه هي اللي كانت مصاحبه معايا، هذه هي اللي كانت تكبر بيا وتهضر معايا وداك الكلام الحلو وتسول فيا. عمرها ما كانت بحال هكاك، ما عرفتهاش غير كتخنزر وكتطلع في الناس وكتشوف فيهم وكتشوف خويا باحتقار، وفي بابا بحال هكاك، وما كتجاوبش ماما. كتقولها مرحبا بك نهار كبير هذا افلانه، والو ما كتجاوبهاش. انا محروقه من جهه، وهو في قبلتي كنشوف فيه محروق من جهه. وصلنا الفاتحه، فاش هزينا يدينا باش نقراوها هي ما قراتهاش، بقات كتهز ديك النشاشه كتنسش بها على راسها. مشاو في حالهم، وبقيت بيتها بحيله خاشي راسي وسط شبير. ماما وخالتي كيخصموا عليا الليل كامل. انت يا بنتي نور باقا صغيره وزوينه وخدامه وقاريه، والف واحد يتمناك، ما تمشيش تضيعي راسك بسبب الحب. راه باقي ما شفتي، باقي ما عرفتي والو في هذه الحياه، راه ماشي اول واحد طولتي معاه بحال هكا غادي تنوضي تزوجي به. شوفي امو شنو دارت لك، راه واخا سكنك بعيده عليهم غادي يوصلك الصهد ديالها، غادي يوصلك الصهد ديالها. صباح صباح وانا مقجوجه، بغيت نموت. وخرجت تلاقيت بيه بالعشيه. بزوج بينا ما كناش فرحانين ومكمدينها، لا انا بينت ولا حتى هو بين. شوفنا وسكت شويه غادي يهبطوا ليا دموعي. سولني ياك لاباس، شتي شنو دارت ماماك البارح؟ شفتها وكلشي داز ما بين عيني، وراه فجينا للدار دازت خاصمه ليا كانت كبيره، وهذيك راه ماشي ام، حيت اصلا عمرني ما حسيت بها حنينه فيا، كتشوف غير صحاباتها وراسها وبنتها، وحتى با ما كتسديهاش فيه. ودابا جات نوبتي انها تعذبني. انا بغيتك وما بقيتش قد انني نعيش معاهم، وبغيت ناسس اسره ديالي. بداو يحاربوني وبداو يحاربوك معايا. بديت نبكي انا وياه بالشهيق بحال الدراري الصغار، وبقى فيا بزاف. كنت ناويه انني نتفرق معاه، ولكن فاش شفتو بحال هكاك شفقت عليه. دارهم وما حانينش فيه، ما نزيدش راسي حتى انا. شوف غادي نبداو حياتنا بزوج، وما غاديش نتسوقو، غادي نتزوجو. صافي انا بغيتك غير تقويني ونقويك. جيت للدار وغادي يبدا تليفوني كيصوني. شكون؟ سفيان.
داك الاول اللي كان تيجيني من عائلتي اللي كنت كندوي معاه في 2014 اللي بغى يضمني بشرفي ورفضته وزادو خلاني. عيط ليا وقال ليا نور راني تنبغيك بزاف وفاش عرفتك تخطبتي كان نموت. شوفي انا دابا راني خدمت وكنت داير في بالي بلي انني نجي نخطبك من الدار وانا تصدمت فاش جاو دوك الناس خطبوا قبل مني. عافاك بغيتك تبقاي معايا وتكوني ليا ياك من صغرنا تنبغيو بعضياتنا. انا عارفه بلي انا وداك السيد عندك مشاكل مع دارهم وانت ما غاديش تقضي على داك ديك الحرب وانت اصلا حنينه بزاف انت ماشي نتاع دوك الناس خوتي بغاوك وكاع الناس بغاوك ليا. عافاك ما توافقيش من غدا نجي لداركم. هاد المكالمه زعزعتني بزاف. دوز ليا امو ودوات معايا هي وخواتاتو من باه اللي كان انسان محترم بزاف حتى هو غادي يدوي معايا. ابنتي راه كاع حنا باغينك انت ماشي ديال دوك الناس. خواتاتو قالوا ليا انت راك اختنا. امو قالت ليا راكي بنتي واذا جيتي عندي للدار غادي نديرك اميره. زعزعوني بزاف وبديت غير تنبكي حيت هاد الشيء كنت محتاجه انني نسمعه من العائله ديال امين وماشي من هاد العائله. انا فاش سمعته هضر معايا بحال هكا بحال رجعني لدوك الاحاسيس الاولى والحب الاول وبديت نقول صافي هو اللي مكتب ليا اما هذا ماشي مكتاب. شوف دارهم كيفاش معكسين. بقيت تنبكي وقلت لهم يكون خير حتى نفكر. جلست شي ساعه فكرت وقلت صافي انا غادي نعيط دابا على امين وغادي نسالي معاه هادشي كله ونتزوج بسفيان اللي هو من عائلتي وكيف ما كان الحال ما غاديش يقدر يجبد معايا شي عيب على وجه العائله. ما عيط ليه تخيلوا اول جواب غادي يقول لي امين. حبيبه انا يلا خرجت من الجامع راه ساعتين وانا جالس فيه تندعي الله باش انه يكتبك ليا وتكوني من نصيبي. هاد الهضره سكتاتني وكانت كفيله انني نقرر في مستقبلي وقلت ليه ان شاء الله هادشي اللي غادي يكون واختاريته. هذاك الشاب ديال العائله اللي هو سفيان هو وعائلته كان كل مره من بعد بقاو تيصدعوني وكيصيفطوا ليا ميساجات وما بقيتش كنجاوب. ماما غادي تعيط على بابا وهو يعتذر لهم باللي راه نور اختاروا هذوك الناس قبل منكم وما نقدرش دابا نقول لهم لا. ما قدرتش نختار الاخر لانه خيرني ما بين شرفي وهو في الاخير زادو خلاني شافني كنتعذب خلاني لسنوات اكثر من 7 سنين وهو عاد جاي دابا حتى عاش حياته كان تيدوز من قدامي مع شحال من وحده وانا كنتعذب قدامه وما تسوقش ليا. اختاريت السيد اللي وليت كنبغيه وكيبغيني وتحدى عائلته على قبلي وجيت انا وياه فين غنسكنوا وشرينا الفراش. ما بقاش مسوق لدارهم وما بقاش بالنسبه لينا اصلا هما راه عائق. هو اختارني وانا اختاريته والجميل في هادشي هو انه الاسبوع الجاي عندنا العقد ديالنا. ما اختارش السخطه ديالهم لكن مشى تفقه ولقى بلي انه عنده الحق في الخطوه اللي غادي يدير اليوم معايا مادام بالحلال. انا عندي خوف وسط هادشي كله وسط هاد الزواج لانه ما يكملش لنبقى نعاني مستقبلا مع دارهم او لا توقع شي حاجه اللي نقدر ندم عليها لانه تنمشي لعندهم وكندويو ولكن تينافقوني ولا تيلوحوا ليا شي كلمه. علما انه غير البارح عيط ليا سفيان اللي قلت لكم من عائلتي وبدا كيطلب وكيرغب فيا ولكن رفضت. وانا اليوم ما عرفتش حقيقه واش هادشي اللي غادي ندير صالح ولا لا. عطوني رايكم ودعوا معايا ان الله يكمل عليا بالخير في هذا الزواج اللي غادي ندير. اما نصيحتي لكل ما تنسبع قصتي نصيحتي اخي امي مانكان بنائيه ما تثقش واخا تبقى الساعه هي ما يقدها ما تعطيش شرفها. ما تثقش واخا تزيد معاك كيف يكون تحلمها وكيف يكون كيبغيها ما تثقيش حنا شي دقيقه ممكن كسبكم تشد اتجاه اخر. والنصيحه الثانيه وهذا ما كرهتش كون انا سمعتها من عند شي حد قبل وكنت طبقتها هي من اول مشكل قعدي مع راسك وفكري انا كان هاد المشكل تقدري تعيشي معاه في المستقبل وتقدري تصبري صافي ماشي مشكل بقاي ولكن انا كان شي مشكل فوق من جهتك عربي وما تبقيش ما تيغيش ديك النيه نتا ممكن تقدم امور ممكن 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 حنا شتا حاجه ما كتقد اي حاجه خاسره من البداية كوني اكيده انها غادي تبقى ديما خاسره هكاك وغادي تزيد تخسر اكثر. وهذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكايه نور يا ساده يا كرام. انا تلفت وما عرفت ما غادي نقول من غير انه بديتي مع هذا الله يكمل بالخير. ما بقى والو دابا العقد ديالكم قلت لي الاسبوع الجاي يعني الله يكمل بخير مادام هو اختارك وباغيك ودار هاد الخطوات كاملين ان شاء الله حتى في المستقبل يكون ديما حاميك وحافظك وديما معاك. هذه كانت حلقتنا الليله كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم واستفدتم منها. دمتم في رعايه الله وحفظه نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. ما تنساوش انكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب لتحت. سلام سلام.